السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله نكمل مع بعض في محاضرات الكاد النهارده، المحاضره السادسه. بالمناسبه ان شاء الله دي ممكن تكون اخر محاضره ليا في الجزء بتاع الكاد، وهيكمل ان شاء الله المره الجايه الدكتور علاء، ممكن يخش يكمل في بقيه الاوامر وبعد كده يخش في الجزء بتاع التطبيق. فيعني ان شاء الله دي ممكن تكون اخر محاضره ليا في الكاد معاكم. طيب احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم عن شوية حاجات احنا بنستخدمها كتير في الرسم. اول حاجة انا عايز اتكلم عنها النهاردة هي البلوكات. البلوكات هي عبارة عن ايه؟ احنا طبعا بنجيبها من البلوك بانل هنا، الجزء ده. البلوكات دي احنا بنستخدمها في ايه؟ احنا البلوكات هي في الاخر عبارة عن مجموعة عناصر ببدأ ان انا اجمعها مع بعض بحيث ان هي تبقى جروب واحد. الجروب ده انا اقدر بقى اعمل عليه اللي انا عاوز اعمله. فعلى سبيل المثال انا لو رحت جاي مثلا راسم دايرة بالشكل ده ودايرة بالشكل ده ومستطيل، وحتى لو رسمت مجموعة من الخطوط، لو لأي سبب أنا عندي مجموعة من العناصر فرضا بالشكل اللي احنا شايفينه، أو طبعا ده مش الشكل اللي احنا هنحتاجه بعد كده، لكن ده على سبيل المثال. لو أنا عندي مجموعة من العناصر عايز أجمعها بعد كده في مجموعة واحدة عشان لو حبيت إن أنا أحركها أنقلها أو أعمل عليها أي تعديل، يبقى أنا بتكلم على مجموعة واحدة بدل ما أعمل التعديل على كل element من دول لوحده. فأنا عايز أجمع دول أخليهم بلوك، بروح جاي مختارهم، أو حتى من قبل ما أختارهم أنا باجي من هنا وبقول create new block، بتدي البلوك ديت اسم. نحاول يكون الاسم بس يكون بيعبر عن الحاجة اللي البلوك ديت بتعبر عنها. بمعنى يعني ممكن البلوك ديت احنا يكون مثلا بنستخدمها في ان احنا نعمل باب، ممكن يبقى شباك، ممكن يبقى شبكة تسليح. فلو انا مثلا البلوك بتاعتي دي باب فاسميها باب وهكذا. ومبدأ التسمية ده مش بس هنا، ده في اي حاجة انت عايز تسميها تحاول تسميها بحيث يكون الاسم بيعبر عن الحاجة اللي بتعملها الاوبجكت ده. فانا مثلا هنا انا هكتب راندم لان انا ما يعتبر عامل شكل عشوائي وبعمل له بلوك على سبيل المثال. هنا انا ممكن قدامي اختيارين، انا ممكن ان انا احدد الاوبجكتس بتاعتي في الشاشه، او ممكن ان انا اختارها. لو انا عايز اختارها فانا هاجي هنا، انا دوست، مجرد دوست على سيلكت هو خرجني وبيقول لي ايه هي الاوبجكتس اللي انت عايز تخليها بلوك مع بعضها. انا لو جيت علمت على كل الاوبجكتس ديت، هو تحت هنا بيقول لي سيلكت الاوبجكتس، لو دوست انتر كده انا خلاص خلصت عمليه السيلكشن بتاعت الاوبجكتس. هيرجعني تاني للدايلوج بوكس اللي انا كنت فيه واعمل لي بريفيو جنب اسم البلوك، هنا اقدر اشوف الحاجه اللي انا اخترتها. ممكن تكتب وصف في البلوك نفسها عبارة عن ايه، ممكن برضو تختار الوحدات بتاعتها. و البيز بوينت برضو ممكن النقطة اللي انت هتقدر تتحكم فيها في البلوك ديت ممكن تختارها من هنا. احنا في الغالب بنختار يعني بنعمل بلوك بس بناء على الاوبجكتس بالشكل ده، وهدوس اوكي. لو جيت بقى اخترت الاوبجكت كده يعتبر اصبح حاجه واحده. لو انا عايز اعمل له كوبي او عايز اعمل له موف او عايز اعمل له ايا كان، هو مجرد ما تختار اي جزء فيه يبقى انت اخترت الاوبجكت كله، وده هيسهل علينا حاجات كتير بعد كده. عايز اعمل اكسبلود للبلوك دوت، واروح جاي مختاره، واروح جاي احنا اتكلمنا عن امر اكسبلود المره اللي فاتت، ادوس اكس انتر يبقى انا عملت له اكسبلود. همسح البلوك تاني. لو جينا بصينا احنا في عندنا حاجة برضو اسمها insert البلوك. البلوك ده انا ممكن ان انا اعمل له insert من البلوكات اللي انا عاملها قبل كده، وممكن ان انا اجيبها من libraries قبل كده.
فاللايبريز دي ان شاء الله تكلموا عليها في الأول، يعني الدكتور علاء المرة الجاية ان شاء الله او اللي بعدها او في التطبيق عموما هيتكلم في الامبورت بتاع البلوكس من اللايبريز. لكن لو انا عامل مثلا بلوك البوابة او بلوك الشباك او الدور، ممكن ان انا مجرد بس ادوس عليه فبيقول لي انت عايز تدخله فين، انا هدوس هنا وخلاص هو ظهر لي هنا، بس السكيل بتاعه صغير فعشان كده باين مش باين مقارنة بالسكيل الكبير. بس لو عايز اكبره ممكن اروح جاي دايس سكيل واكتب السكيل فاكتور مثلا 20. سكيل البيز بوينت اهي والسكيل فاكتور 20، فممكن كده يبقى اوضح بالنسبة للرسمة بتاعتنا. نفس الكلام، ما ممكن الشكل اللي احنا لسه عملناه بالرغم اننا مسحناه بس هو مازال متسجل في الليستة بتاعت البلوكات، وهنا يعتبر ديت الريسنت بلوكس. ممكن حتى لو جيت بصيت على اللايبريز بالمرة هتلاقيه بيحولك لان انت ممكن تعمل امبورت من ملف كات تاني تكون انت مسجل فيه بلوك وعايز تستوردها للملف اللي انت شغال فيه. طيب يبقى انا كده قلت ممكن تستخدم اي بلوك من هنا، ممكن انت تعمل البلوك بنفسك. في برضو الخواص لو انت عايز تعدل في البلوك، بلوك تعمل ايه، بتيجي من هنا فبيقول لك ده البلوك اديتور، بيقول لك انهي بلوك انت عايز تعدلها. لو افترضت ان انا عايز اعدل الراندوم بتاعتي ودوست اوكي فبيفتح لك حاجة اسمها البلوك اديتور، بتشوف فيه البلوك بتاعتك اهي، ده هو دخلك في في مكان تاني خالص ممكن ان انت تعدل البلوك. يعني انا مثلا لو حركت الخط ده ورحت جاي عامل مثلا خط كده وخط كده، ورحت جاي عامل سيف للبلوك واقول له كلوز البلوك اديتور. لو جينا حتى بصينا على الشكل بتاع البلوك هنلاقيه هو عدله بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ولو عملنا له انسيرت فهينزل بالشكل الجديد مش بالشكل القديم. ده بالنسبة للبلوكات. الحاجة التانية اللي عايزين نتكلم عنها النهاردة هي الانوتيشن بانل، ودي هنتكلم فيها ازاي ان احنا ندخل تكست. والتكست طبعا ده من اهم الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الرسم، لان اي رسمة انت بتكتب عليها تكست عشان تقول الحاجة دي تعبر عن ايه. فمثلا ده يعتبر بلان معماري يعني بسيط لشقة مثلا. انا مثلا كاتب استخدام كل اوضة، لو دي غرفة ده حمام ده مطبخ وهكذا، فبكتبها ازاي، لازم اعرف ازاي اكتب تكست. في عندنا برضو الدايمنشنز بنستخدمها عشان نقيس الابعاد بتاعتنا، لان اي حاجة اصلا بعد كده لازم انت تكتب عليها الابعاد، لان لو حد هينفذ اللوحة بتاعتك مش هيقدر ينفذها لو انت مش كاتب الابعاد بتاعت الحاجة. فدي الحاجة اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. طيب بالنسبة للتكست، اول حاجة احنا التكست في عندنا منه نوعين. اول لو جينا الاول بنشوف بنجيبه منين، احنا بنجيبه من الانوتيشن بانل، ممكن نجيبه من هنا، وممكن في التاب بتاع الانوتيت ممكن نجيبه برضو من هنا. فالتابس بتاعت الانوتيت ممكن تجيب منها التكست وممكن تجيب منها الدايمنشنز، لكن برضو انا يعني الهوم تقدر تجيب منها التكست والدايمنشن، فانا احب ان انا اجيب التكست والدايمنشن من الهوم عن ان انا اروح للانوتيت اجيبهم من هناك. طيب في نوعين من التكست، في عندنا السنجل لاين وفي المالتي لاين. بالنسبة للسنجل لاين ده بيديني فرصة ان انا اكتب تكست، لكن مش بقدر ان انا اعمل تعديل على التكست ده او فورماتنج بشكل كبير في حالة السنجل تكست. بالنسبة للمالتي تكست لا، او المالتي لاين تكست بيكون فرصة ان انا الكاد بيتيح لي ان انا اعمل فورماتنج بشكل اكبر كتير على الخط ده، وكمان ممكن ان انا اكتب اكتر من سطر في المالتي لاين، في حين ان السنجل لاين بيكون في الغالب بكتب سطر واحد او جزئية صغيرة. طيب لو جيت بصيت على السنجل لاين انا دوست عليه، ايه اللي قاله لي؟ كل اللي بيقول لي ايه هي الستارت بوينت اوف تكست، فهقول له هي ديت الستارت بوينت اوف تكست. بعد كده هو بيقول لي
تاني حاجة ايه هي التكست هايت بتاعك، يعني الخط او الكتابة بتاعتك الارتفاع بتاعها قد ايه. في قدامك اختيارين، يا اما انت هتعمل التكست هايت تكتبه من هنا لو انت عارفه، او ممكن ان انت على الشاشة لو وقفت انت في اي مكان. يعني انا دلوقتي خلاص انا حددت نقطة البداية، لو انا دوست على النقطة دي فهو يعتبر مسافة من نقطة البداية للنقطة ديت هي التكست هايت. فدي طريقة، وبعد كده ممكن لو كبيرة شوية اصغرها، لو صغيرة شوية اكبرها وهكذا. الطريقة التانية لو انا عارف بالظبط التكست هايت بتاعي فاروح جاي كاتبه من هنا. طيب انا هقول ان التكست هايت مثلا بتاعي هو ده، وبعد كده راح جاي قال لي طب التكست روتيشن بتاعك قد ايه، يعني انت عايز التكست بتاعك يلف تبقى زاوية الدوران بتاعته قد ايه. ده لو انا عايز اكتبه مايل، انا مش عايز يبقى فيه اي زاوية دوران فهقول صفر، هدوس انتر ففعل لي الامر بتاع التكست. فهبدأ اكتب مثلا بيدروم مثلا، خلاص انا خلصت اروح جاي دايس اسكيب هتخرجني من الامر بتاع الكتاب. هعمل موف عشان تبقى الشكل اوضح. خلاص انا كده يعني كل اللي عملته انا اخترت نقطة البداية وارتفاع الخط والدوران ورحت جاي كاتب على طول، ما فيش اي اختيارات تانية اتيحت ليا في الموضوع. طيب لو عايز اعدل هروح جاي دايس دبل كليك تاني على التكست بتاعي وابدأ ان انا اعدل فيه ممكن بالشكل ده، لكن ما فيش اكتر من كده في السنجل تكست. هنتكلم برضو ازاي ان احنا لو عايزين نعدل الفورمات او نوع الخط او الهايت بتاع السنجل تكست، لكن خليني الاول اوريكم الفرق ما بينه وما بين المالتي لاين تكست. انا هاجي هنا لو قلت انا عايز مالتي لاين تكست فبيقول لك الفيرست كورنر بتاع الخط او بتاع التكست بتاعك قد ايه فين، هتقول له هنا. طب السكند كورنر، انا السكند كورنر هو هيحدد، انا كده يعتبر بحدد المساحة اللي انا هكتب فيها. فلو افترضت ان انا هحدد المساحة بالشكل ده فهو فعل لي الامر بتاع الكتابة، لكن هو المفروض ده اعتقد هو كده في لاج شوية، فهو المفروض هيفعل دلوقتي الاوامر بتاعت الفورماتنج او بالشكل ده. فايه اللي حصل، هو هنا فتح لي الكتابة، فانا ممكن اكتب الكيتشن مثلا. لكن وانا بكتب انا في عندي اختيارات كتير بقى هنا، انا هنا في عندي ان انا ممكن اغير اصلا الستايل بتاع الخط، ممكن من هنا اختار الهايت بتاعه، ممكن ان انا اعدل. يعني انا لو قلت الهايت بتاعه مثلا واحد مش 1.3 وخرجت بره، بس المفروض ان انا هرجع تاني اهو واقول انا حددت الخط وقلت ان هو 1 ودوست انتر فصغره لي، فعندي الامكانية ان انا اعدل في التكست هايت وانا شايف ايه اللي بيحصل بعيني. لكن هنا انا ما كنتش شايف، انا هنا كنت بختار رقم، او ممكن كنت انا اخترت بالماوس زي ما انا ما عملت. برضو ممكن اخلي الخط بتاعي بولد، ممكن اخليه ايتاليك، ممكن ان انا اعمل عليه حاجات كتير جدا. برضو في امكانية ان انا ادخل السيمبل، لو انا عندي سيمبل معين في الكتابة ممكن ان انا ادخله. فانا مثلا دوست اذر عشان يجيب لي القايمة بتاعت السيمبلز اللي انا اختار منها، فهو فتحها لي هنا اهو. فممكن ان انا اختار اي سيمبل موجود عندي وادخله واكتب يكون من ضمن التكست اللي انا بكتبه. ممكن ان انا اخليني في سنت ثيرد التكست بتاعي، ممكن ان انا اخليه رايت right. ممكن اعمل جاستيفاي، ففي عندي اختيار، ممكن حتى اعمل البولتس والنمبرنج. ففي عندي اختيارات كتير في التكست وانا بشتغل في المالتي لاين تكست. برضو ممكن اختار اللون بتاعه، ممكن اختار اللاير بتاعت الخط اللي انا بكتب او التكست اللي انا بكتبه، وممكن برضو
تكتب اكتر من سطر في حالة المالتي لاين. يعني انا لو دوست انتر ممكن ان انا اكتب في كذا سطر ورا بعض. ممكن تصغر برضو الحجم المكان اللي انت بتكتب فيه، ولو عايز تخرج بتدوس اسكيب فهيقولك انت عايز تسيب، هتقول له سيف وخلاص. فده الفرق يعتبر ما بين السنجل لاين وما بين المالتي لاين، او السنجل تكست والمالتي لاين تكست. ان المالتي لاين تكست بيديني اختيارات اكتر من السنجل لاين تكست. طيب في حاجة بقى اسمها التكست ستايل، احنا شفناها اللي هو الستايل اللي احنا بنعمل بيه الخط بتاعنا او الكتابة بتاعتنا. بجيبه منين؟ بجيبه من هنا، وبخش في حاجة اسمها التكست ستايل. هدوس عليها، ايه اللي هتلاقيه؟ هتلاقي اولا لستة بالستايلز اللي موجودة عندك في الايه، في الرسمة بتاعتك اللي انت عاملها قبل كده او اللي انت عايز تعملها جديدة، ممكن ان انت تعملها زي ما هوريكوا دلوقتي. فلو افترضت مثلا ان انا عايز اعمل نيو تكست ستايل، هو خلاص الديفولت بتاعه بيبقى عنده ستاندرد، عايز اعمل نيو تكست ستايل. طيب خلاص هروح جاي قايل له انا عايز نيو تكست ستايل، هتسميه ايه؟ هسميه مثلا نيو تكست ستايل، واقول له اوكي. ظهر لي في الليسته بتاعت الستايلز هنا. طيب نوع الخط اللي انت عايزه في الستايل ده، اقول والله انا مثلا عايز الخط يبقى، انا ما فيش عندي بريفيو لسه، ممكن لما اختار يبان لي. او مثلا اي خط بقى احنا عايزينه، لكن هو برضو بالنسبة للخطوط في ملحوظة هنا انا عايز اقولها، هو بيبقى فيه خطوط ديفولت موجودة عنده. انت ممكن تحمل بقى من على النت اي حاجة، يعني انت تحمله من على النت خطوط، خصوصا الخطوط العربي ما بتبقاش اصلا مدعومة في الكاد من الاصل، فاحنا بنحتاج ان احنا نسطبها عشان نقدر نكتب بالعربي في الكاد. فانتوا ممكن اونلاين تكتبوا بس عربي كاد فونتس، او تكتبوا حتى الكاد فونتس عموما لو عايزين تستخدموا انواع خطوط مش موجودة في الديفولت بتاع البرنامج. يعني عموما اخد اي تكست ستايل، انا بس بوريكو يعني ان انت ممكن تختار اي فونت، والفونت بتاعك الستايل بتاعه ريجولار ولا لو في انواع خطوط ممكن تسمح لك ان انت يبقى عندك ايتاليك وبولد هنا، لكن واضح ان نوع الخط دوت ما فيهوش الكلام ده. يعني لو انا مثلا خدت ده، هل ده اصلا مش نوع خط ده، وده خط عربي برضو النوع دوت مش ملوش اختيارات كتير. طب لو انا قلت الاريال بتاعنا، انا مش لاقي خط يكون له كذا فونت ستايل. انا كنت عايز اوريها لكم بس ما فيش. طب انا هعمل كنسل، لا انا مش هعمل سيف، انا هخرج تاني وهجيب التكست ستايل، هو يرجعني الخط الاريال. هنا اهو خط الاريال له كذا فونت ستايل. فعلى حسب بقى الايه اللي انت عايزه، واحنا غالبا يعني مش ممكن نستخدم الايتاليك، ممكن احيانا نستخدم البولد على حسب الايه الستايل اللي انت هتكون شغال فيه في المشروع، هتختار الايه نوع الخط والستايل بتاعك. الهايت انت ممكن تختار مثلا، ممكن نقول ان الهايت بتاعنا مثلا 1، وطبعا الهايت انت بتحاول ان انت تختار هايت او ارتفاع للخط يكون مناسب مع الرسمة بتاعتك. يعني ما ينفعش مثلا ان انا الرسمة بتاعتي تكون الابعاد صغيرة وانا استخدم الهايت بتاع الفونت كبير، فهيبقى ما فيش عدم هيبقى في عدم تناسق. فاحنا بنحاول نخلي ارتفاع الخط يكون ماشي مع اللوحة بحيث ان هي تكون شكلها كويس للي هيقراها بعد كده وليك انت حتى. برضو في بعض التأثيرات اللي ممكن نعملها على الخط، ممكن تعمله ابسايد داون يعني قلبك الكلام، وممكن تعمله باكوردس يعني تعكسه.
الويدث فاكتور دوت لو انا عايز اوسع المسافة ما بين الحروف او عاوز اضيقها. يعني لو قلت انا عايز الويدث فاكتور ده 1.5، فهتلاقيه بعد لك المسافة ما بين الحروف. لو انا قلت نص هتلاقيه ضيقها لك. فالديفولت هو 1، هنخلي 1. برضو دي زاوية الميل، احنا مش هنحتاج ان احنا نغير فيها كتير. انا يعتبر كده خلاص حددت الحاجات اللي انا عايزها في الفونت بتاعي، وهدوس ابلاي. خلاص انا كده عرفت فونت ستايل. طيب انا دلوقتي عايز اغير الفونت ستايل بتاع الخط اللي انا كتبته ده، او الكلام اللي انا كتبته. هروح جاي مختاره. بالنسبة للسنجل تكست هنعمل كده، او السنجل لاين تكست هنعمل كده، هنختاره وهنروح جايين من هنا مدورين على الستايل بتاعنا اهو في نيو تكست ستايل. فهو الفونت هو نفسه لان هو اريال، لكن هو صغره لان الستايل بتاع النيو تكست ستايل مختلف عن الستايل اللي هو كان متعرف بيه في الاول، اللي هو كان الستاندرد، في ان هو اصغر. اعتقد ممكن يكون افضل ان انا ارجع تاني واعدل الخط عشان يكون الموضوع اوضح. عايزين بقى خط يكون خلينا في الخط ده ابلاي. طبعا مجرد ما يعني ميزة الستايل ان انا لو انا عندي كذا كذا تكست كلهم ليهم نفس الستايل، وحبيت ان انا اغير التكست بتاع المجموعة دي كلها، كل اللي انا بعمله بغير في الستايل بيغير اوتوماتيك في كل التكست اللي هو نفس الستايل. فده ميزة ان هو يوفر عليا وقت كتير. فانا لو لاحظت لما غيرت الفونت بتاع الستايل اوتوماتيك التكست بتاعي اتغير. طب بالنسبة للمالتي لاين تكست، احنا ممكن برضو نعمل بنفس الطريقة، نيجي من هنا ونقول له خليه النيو تكست ستايل، لكن لو لاحظنا هنتلاقيه ما تغيرش، لان المالتي لاين تكست عشان تغيره بتحتاج ان انت تخش وتختار الستايل من جوه بالشكل ده، وبعدين تقول له انا عايز اسيف بالشكل ده. احيانا بيكون التعامل مع السنجل لاين تكست اسهل كتير من المالتي لاين تكست، لان المالتي لاين تكست لو انا عندي، يعني لو تخيلنا ان انا عندي الكلام اللي هو الصغير ده كله، مثلا الاسامي الغرف، حبيت اعمل تعديل، غالبا ممكن عشان تعمل تعديل كل اللي انت يعني لازم تعمل دبل كليك عشان تغير الكتاب، في حين ان انا السنجل لاين تكست ممكن ان انا اعدل في الكتابة بتاعته بان انا اختاره واروح جاي دايس كيو بي، فبيدي لك الخواص بتاعة الخط او التكست ده. فانت ممكن تختار اللير وممكن بسهولة تختار الكونتنتس من هنا، وممكن تختار الستايل وحتى الجاستيفيكيشن والهايت والدوران. يعني انا لو خليت ديت باثروم مثلا ودوست انتر هيغيرها لي، في حين ان انا هنا، انا طبعا انا هنا لازم ايه اللي يحصل، لازم يكون بعمل دبل كليك، واحيانا بيعمل لاج لو الجهاز بتاعك مش قد كده. فهتلاقي كل عشان تعدل بقى كل واحد من دول لازم تخش تعمل الحوار ده. طب لو انا اخترت حتى دوت وقلت له كيوبي، تبص تلاقي ان انا عشان اغير الكونتنتس لازم ادوس هنا فيدخلك جوه التكست نفسه، وده احيانا بيكون بيصعب موضوع التعامل مع المالتي لاين تكست، فبيبقى في الموضوع ده اسهل كتير في السنجل تكست. انا حتى لو قلت مثلا ان انا عندي اهو مجموعة كلمات او مجموعة سنجل لاين تكست، ولو حبيت ان انا بقى اعدل الكتابة اللي موجودة فيهم كلهم، فممكن ان انا اختار واحد من دول واروح جاي دايس البروبيرتيز. لو دوست بروبيرتيز هيطلع لي ايه؟ هيطلع لي بانل بالشكل ده، او دايلوج او صندوق يعني في الخصائص بتاع الحاجة اللي انت بتختارها.
بكل بقى بساطة انا عايز اعدل ده، اروح جاي كاتب هنا مثلا اخليه ليفل ادوس ده انتر خلاص. طب عايز اعدل ده اروح جاي مختاره، طبعا لازم اعمل ادوس اسكيب الاول عشان اخرج من ده، اختار ده اروح جاي مفعل لي الخصائص بتاعة الاوبجكت ده، اروح جاي مثلا مسميه بيدروم ادوس انتر ادوس اسكيب وهكذا. ممكن تعدي عليهم كلهم هيكون الموضوع اسرع كتير، لكن لو انا جيت اخترت بتاع المالتي لاين تكست عشان اعدل مفيش امكانية ان انا اعدل. فاحيانا بيكون التعامل زي ما قلت مع السنجل لاين تكست اسهل كتير من المالتي لاين تكست. طيب ده بالنسبة للتكست عموما والتكست ستايل. في حاجة بقى تانية اسمها الدايمنشن، الدايمنشن اللي هي القياسات اللي احنا او الابعاد اللي احنا بنقيسها ونحطها على اللوحة. طبعا هو هنا في فرق ما بين الدايمنشن وبين الميجر. الميجر هنا انا بقيس مثلا مسافة او نص قطر او زاوية او مساحة او حتى حجم، لكن القياس هنا ده ما بيتكتبش او ما بيتسجلش على الرسمة. بمعنى يعني انا لو جيت هنا مثلا عندي مستطيل وعايز انا مثلا قلت ميجر وعايز ميجر ديستنس، فهو بيقول لك انت عايز تقيس مسافة، قيس المسافة من هنا لهنا. ايه اللي عمله لي؟ راح جاي قال لي الدلتا اكس اللي هي المسافة اللي انا اتحركتها في اكس هي 6.7، والدلتا واي انا ما اتحركتش في واي انا مشيت افقي فصفر، والدلتا زد بتاعتنا برضو صفر. لكن هل سجل لي المسافة او رسم لي المسافة على الرسمة؟ لا ما عمليش كده. تمام، لو انا حتى قلت انا عايز اعمل ميجر للديستنس تاني وخدتها دياجونال بالشكل ده، فبيقول لي الدياجونال انا قست المسافه الدياجونال دي، فبيقول لي ايه ان الدلتا اكس يعني المسافه اللي انا مشيتها عموما هي 9.53، يعني 9.5، انا مشيت 9.5 هنا. والحاجه التانية ان الدلتا اكس بتاعت المسافه اللي انا حركتها هي 6.7 والدلتا واي هي 6.74، لكن هل هنا قال لي هل هنا سجلها لي على الرسم؟ لا مش هيسجلها لي. نفس الكلام لو عايز اجيب مساحه برضو احنا ممكن، هو مازال الامر اكتف. لو انا عايز اجيب مساحه انا مثلا هقول له اريا، هيقول لي الاريا بتاعتك انت بقى بتحدد الاريا، ده الكورنر الاولاني، ده الكورنر الثاني، ده الثالث، ده الرابع، وده الاخير. خلاص لسه الاريا خلصت، دوس انتر فيقول لك الاريا بتاعتك كذا والمحيط بتاعتك بتاع كذا. يبقى الميجر ديت انا بستخدمها في ان انا احسب قياس او مساحة او حجم في الرسمة تساعدني في عملية الرسم نفسها، لكن القياس بتاعي مش بيتسجل على الرسم. وده الفرق بقى ما بين الميجر وما بين الدايمنشن. هنا الدايمنشن طبعا مش هيخليك ان انت تحسب مساحات، لكن الدايمنشن يخليك تكتب الابعاد على الرسمة بتاعتك. طيب انا مثلا لو الدايمنشن، طبعا لو انا لو خدت الدايمنشن ابسط صورة دوست على قائمة الدايمنشن هيقول لك انت عايز النقطة الاول، خلينا اخرج تاني. لو انا دوست دايمنشن فبيقول لك انت عايز الدايمنشن منين لفين، هقول له انا عايز الدايمنشن من هنا لحد هنا بس اهو، وبعدين هو بيتحرك معايا اهو. يعني انت عايز بقى خلاص هو اصل القياس عايز تحطه هنا ولا عايز تطلع فوق شوية، فانا هحطه مثلا هنا. فده كده ابسط صورة للايه، للدايمنشن عموما. طبعا الخط صغير وواضح ان الخط صغير، انا هقول لكم ازاي ان احنا برضه نغير الدايمنشن ستايل والدايمنشن هايت. لكن القياس بقى في الدايمنشن له كذا طريقة. ممكن ان انا لو عندي الالايند، يعني انا ايه الالايند، يعني انا عندي خط مايل بالشكل ده وعايز القياس يكون ماشي مع الخط، يعني القياس بتاعي له افقي ولا راسي، ده القياس بتاعي مايل، اروح جاي من هنا واقول له الايند وهقف على نقطة البداية نقطة النهاية، فهيبقى القياس ماشي مع الحاجة اللي أنا بقيسها. طبعا أنا لو عندي برضو radius، لو أنا عندي دايرة ممكن يقيس لي ال radius بتاعها. يعني لو افترضنا إن أنا عندي دايرة مثلا بالشكل ده عايز أجيب ال radius، طب هو بيقول لي ال arc أو ال circle أهو ال arc بتاعه، فقاسل ال radius وقال لي ال radius بتاعه. طبعا هو هنا كاتب 1.84 كوف، كوف دي يعني نص قطر، لان اللي احنا الستايل اللي احنا شغالين بيه دلوقتي في الدايمنشن ده الستايل بتاع الفونت العربي اللي احنا اتكلمنا عليه. طبعا هو هنا انا معلش انا في حاجة نسيت اقولها، هو ازاي ان احنا بنكتب عربي
فهاجي ارجع تاني معلش واقول ان انا عندي سنجل لاين اهو، بدايته هنا والروتيشن صفر، تمام، و انتر. لا يعني اهو البداية اهو الروتيشن بتاعنا صفر، وهقول مثلا زي ما قلت بات اهو، هو قلبها لي لان ما حددتش الزاويه، فهعمل لها روتيت وهاجي بالشكل ده واعمل لها موف كده. طيب انا بقى اكتب عربي ازاي؟ لازم اول حاجه ان انا اعمل الستايل بتاعي عربي، فهجيب الستايل بتاعي عربي، فاروح جاي هنا هقول مثلا نيو ستايل، هقول مثلا عربي ستايل. طيب الفونت زي ما قلت، في بقى فونتات معمولة للكتابة بالعربي، فأنا مثلا هقول ده. فهو لو خدت بالك هتلاقيه ان هو بدأ ان هو يعمل يعني اللي بيبان منه بداية الخط، بس هو انت شايف انه عربي. هقول ان الهايت 1.5 وهقول له ابلاي، تمام. اخرج من هنا اقول ان انا عايز التكست ستايل بتاع الباث ديت هي العربي ستايل. لو لاحظنا طبعا ايه، مفيش اي حاجه احنا فاهمينها لان احنا لسه هنعدل الكلام. طيب هعدل الكلام بقى هعمل ايه؟ انا هقول هدوس كيو بي عشان يجيب لي البانل ديت وابدا اكتب. هنا بقى الكتابه يعني عشان نبقى واخدين بالنا، احنا الكتابة ما ينفعش ان انا اروح جاي اعمل الت تاب عربي واروح جاي كاتب بالشكل ده، مش هتيجي. يعني مثلا لو قلت غرفة ورحت جاي دايس انتر، ما عمل لي ما طلع ليش غرفة، كتب لي زد 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 زد. فالكتابة ما ينفعش بقى بتبقى العربي، لا انت بتخليك على الكتابة الانجليزي وتكتب بالانجليزي كأنك بتكتب بالعربي. فتقول انا كده بدوس على الغين اللي هي تناظر الواي، ودوست على الفي اللي هي تناظر الره، وبعد كده التي اللي تناظر الف، والام ت مربوطة، ودوس انتر فيحولها لك ان هي تبقى غرفة. فهو ده يعني ايه، لو هتكتب عربي لازم تكتب بالانجليزي اللي هو يناظر الحروف العربية اللي انت عايز تعملها. فمعلش انا نسيت اقول الحته ديت فرجعت قلتها. فنرجع تاني بقى للحوار بتاع ال dimensions. انا برضو ممكن يكون عندي زاويه عايز اقيس الزاويه بتاعتي، او عايز اوقع الزاويه دي، فهاجي من هنا برضو هقول له انا عايز انجلر. طب فين الانجلر؟ انت عايز، هو بيقول لك انت عايز قوس ولا دايرة ولا خط، او تحدد الفيرتكس. الفيرتكس اللي هي راس الزاوية، فانا هقول له انا عايز ادوس مسطرة عشان اجيب راس الزاوية. فاقول له انا عايز من هنا بداية الزاوية فين اهو، نهاية الزاوية فين اهي، فيبدأ يعمل لك الدايمنشن لاين بتاع الزاوية بالشكل ده، وقال لك الزاوية دي 45 درجة، تمام. ففي كذا اختيار يعني في الدايمنشن على حسب بقى الكيس اللي موجودة عندك، ايه هتختار. في حاجة زي ما قلت اسمها الدايمنشن ستايل. اجيب منين الدايمنشن ستايل؟ انا هاجي من هنا وهروح جاي واقف هنا، هيطلع لي حاجة اسمها الستايل مانجر، او الدايمنشن ستايل مانجر. عايز تعمل ستايل جديد هتروح جاي قايل له نيو ستايل. طب ايه النيو ستايل؟ انا قلت هسميه مثلا نيو دايمنشن ستايل او نيو تايم. طيب هو بيقول لك ستارت وذ ايه، يعني انت المرحله اللي انت عايز تبدا منها، عايز تبدا. انت ممكن يكون عندك فونت قبل كده عايز تزود عليه او تغير حاجه فيه، او ممكن ان انت يعني ممكن تبدا بالستاندر او تبدا بفونت موجود عندك او ستايل موجود عندك قبل كده. فانا ممكن مثلا خلونا ناخد الستاندرد، انا عايز ابدا بالستاندرد وهعدل ايه من البدايه، تمام. كونتينيو، فطلع لي هنا النيو دايمنشن ستايل بانل.
في بقى هنا مجموعة من الاختيارات الكتير اللي احنا محتاجين نعدلها عشان نظبط شكل الدايمنشن بتاعنا. طيب بداية اول حاجة الخطوط، هو بيقول لك الدايمنشن لاين. ايه الدايمنشن لاين؟ هو الخط اللي هو واصل ما بين الخطين دول. الخطين دول انا بسميهم ايه؟ بسميهم اكستنشن لاينز. انا عندي دايمنشن لاين اهو وعندي اتنين اكستنشن لاينز. طب هو بيقول لك اللون بقى الدايمنشن لاين ايه؟ والله انا هقول انا عايز اللون باي لاير، يعني على حسب شكل اللاير اللي انا بعمل فيها الدايمنشن هو يكون شكل الايه او لون السهم بتاعي. وممكن انت تقول لا انا عايز اللون يبقى مختلف، عايز اللون يبقى ابيض، على حسب ما انت معايا. احنا لو بصينا في الرسمة اللي عندنا هنا، احنا اللون بتاع الدايمنشن لاين ابيض زي ما احنا شايفين هنا، في حين ان اللاير هتلاقيها لبني. فده ممكن التغير في الالوان ده يخلي الشكل اوضح في الدايمنشن عن ان هو يكون كل حاجة بنفس اللون، فيكون انت مش شايف حاجة في الاخر. فانا هخليها بيضة زي ما هي باي بلوك. طب نوع الخط بتاع الدايمنشن، في قدامك كذا اختيار. احنا غالبا بنختار الخط يكون كونتينيوس يعني، لكن انت ممكن تختار اي نوع من انواع الخطوط اللي انت عايزها. وبرضو السماكة بتاعت الخط انت عايزها ايه، ممكن تختار اي سماكة. برضو ممكن ان احنا نعمل حاجة اسمها سوبريس للدايمنشن لاين واحد وسوبريس للدايمنشن لاين اتنين. لو جينا بصينا ايه اللي بيحصل، انا لو رحت جاي دايس على السوبريس بتاع الدايمنشن لاين واحد، فهو بيشيل نص الدايمنشن لاين من ناحية معينة او من ناحية من الدايمنشن او قيمة الدايمنشن نفسها. لو انا عملت سوبريس للناحية التانية هيشيل الناحية التانية، لكن احنا في الغالب بنخلي الناحيتين. الاكستنشن لاينز برضو ممكن ان احنا نعدل عليهم، ممكن نغير اللون، وممكن ان احنا نغير نوع الاكستنشن لاين واحد واثنين واللاين ويت. ممكن نعمل سوبريس لواحد وسوبريس لاثنين، لكن احنا برضو يعني في الغالب بنخلي الاثنين موجودين. في حاجة اسمها الاكستنشن بيوند الدايمنشن لاينز، يعني الارتفاع بتاع الاكستنشن لاين ورا الدايمنشن لاين قد ايه. فلو انا مثلا غيرتها كتبت 0.25، هنلاقي ان المسافة فوق الدايمنشن لاين زادت. برضو انت اختيارك للقيم دي كلها بيعتمد على اللوحة اللي انت شغال فيها، وبيعتمد على الستايل المكتب انت شغال فيه، والمشروع اللي انت بتطلع اللوح بتاعته. ولازم تكون في الاخر في تناسق للدايمنشنز مع بقية اللوحة نفسها، خليها 0.15. وفي الاوفست من الاوريجين، المسافة ما بين الدايمنشن لاين او المسافة اللي انا الحاجة اللي انا بقيس من عندها الدايمنشن اللي هي مثلا النقطة دي لبداية الايه الاكستنشن لاين. يعني انا لو خليت ديت مثلا 0.1، فهنبص نلاقي ان ابتدت الايه المسافة ديت تزيد. نيجي بقى هنا للأسهم أو السيمبلز والإيروز. فإيه اللي بيحصل؟ هو هنا إحنا بنتكلم على الإيديتنج للشكل بتاع الأسهم بتاعتنا. فشكل السهم أنت عايزه يبقى إيه؟ في عندنا أشكال كتير للسهم، يعني لو خدت الشكل ده فيبص تلاقيه قلب بالشكل ده. في إيه تاني بنغيره؟ برضو السايز بتاع السهم. ولو انا عندي سنتر ماركز اللي هي مثلا زي الدايره، هل اخلي فيه علامه ولا اخلي فيه خط بالشكل ده ولا ما اخليش فيه حاجه خالص. وحتى لو انا اخترت مارك، السايز بتاع المارك قد ايه. فاعتقد ديت الحاجات اللي احنا بنغير فيها هنا في الاسهم. بعد كده التكست، الخط بقى اللي احنا او الفونت او الفونت التكست ستايل اللي احنا شغالين بيه. والله احنا في عندنا هنا لستة الايه التكست ستايلز اللي احنا معرفينها قبل كده، تمام. فممكن ان احنا نختار اي واحد منهم، وممكن ان احنا نيجي نعرف ستايل جديد. فانا مثلا ممكن اخد اقول نيو تكست ستايل، فهنبص تلاقي ان الشكل اتغير زي ما احنا شايفين. ولما انا اخترت ستايل من الستايلز ده، هو هنا قفلي الفونت اللي هو خده اللي احنا كنا معرفينه في الستايل بتاع التكست نفسه.
لو انا بقى عايز اغير فهغير في الايه في الستايل. برضو التكست بليسمنت بتاعتنا الرأسي عايزه يبقى ازاي، عايزه يبقى مثلا احنا هنا كاتبين السنتر ده اللي هو دوت، فهو في نص الخط، ممكن انت تجيبه above يبقى فوق، هو الفيرتيكال يبقى هو بيتكلم على الدايمنشن الافق، والاوتسايد فخلاه بره، وممكن يخليه تحت بالشكل اللي احنا شايفينه ده، فهنرجعه سنتر ده تاني، او احنا غالبا بنخليه above على حسب الكيس اللي انا قلت لك عليه. طب الهوريزونتال، الدايمنشن الهوريزونتال احنا بنخليه فين؟ عند الاكستنشن لاين الاولاني ولا التاني ولا اوفر الاكستنشن لاين؟ احنا بنخليه دايما سنتر، وعايزين الدايركشن بتاع الخط فين، من الشمال لليمين، او بنبص من يعني الليفت تو رايت ولا الرايت تو ليفت، يعني بصينا هنا كده هيبص تلاقيه عكس، فاحنا بنخليه الليفت تو رايت دايما عشان نبقى شايفين، وده الديفولت في الدروينجز عموما. التكست الاينمنت افقي، افقي يعني وضع الخط هيبقى افقي مهما كان الالاينمنت بتاع الدايمنشن لاين. ممكن احنا نخليه aligned with the dimension line، فايه اللي هيحصل؟ هنبص تلاقي ان الفونت بتاعنا بدأ ان هو يحصل له روتيشن، بحيث ان هو يبقى ماشي مع ال dimension line، فاحنا ممكن نخليه aligned على حسب، يعني ممكن نخليه aligned هنا. في الفيت برضو احنا بيقول ان لو انا ما عنديش مساحة كافية تاخد التكست وتاخد الاسهم، يعني البعد بتاعنا صغير فمش هيكفي ان التكست والاسهم يبقى موجودين، فهو بيقول لك اول حاجة اخرجها بره الاكستنشن لاين ايه، فانت في عندك اختيار، فممكن تقول له التكست يا اما ده يا اما ده، يا اما اخد الاسهم، فساعتها هيكون الاسهم يخرجها يعملها من بره، او يعني احنا من ايه ممكن تسيب له الاختيار وممكن انت تختار اللي انت عايزه. واحنا لو لاحظنا برضو هنا في حاجة ان الاسهم السايز بتاعها مش واضح لما خلينا الستايل بالشكل ده، لان هنلاقي ان الستايل ده السايز بتاعه كبير لدرجة ان السهم حجمه مش واضح، فانا ممكن اروح جاي مثلا خلي 0.25 اشوف هو بيحاول يزود، فانا هقول 0.75 فبدأ يظهر لي بالشكل ده. طبعا الوحدات اللي احنا شغالين بيها هنقول له الوحدات الديسيمال، لو انا عايز الانجينيرينج هيغيرها لي، لو انت عايز الساينتفك اللي هو الاي بيغيرها لك، احنا بنشتغل غالبا على الديسيمال. وفي البريسيجن الدقة بتاعة القياس احنا ما بنستخدمش 4 دي، نادرا بنخليها مثلا 2 فنتلاقيها بالشكل ده. والفاصل هل انت عايزه نقطة ولا عايزه كومة ولا عايزه مسافة، فزي ما انت عايز اختار. اعتقد دي الحاجات اللي احنا دايما بنعدلها في الدايمنشن ستايل، وهدوس اوكي وهدوس كلوز كده، انا عرفت الدايمنشن ستايل بتاعي. انا عايز بقى اغير دايمنشن ستايل بتاع اي دايمنشن، اروح جاي مختاره من هنا، واروح جاي انا عايز مثلا هسميه نيو دايمنشن، فهنبص نلاقي ان هو غيره زي ما احنا شايفين مقارنة بالستايل ده. طيب هي دي يعتبر الحاجات اللي انا كنت عايز اتكلم عنها النهاردة. انا كده يعتبر غطيت الاوامر اللي احنا بنستخدمها عموما في الرسم، اكتر حاجات اللي احنا بنستخدمها، وان شاء الله بقى المرة الجاية الدكتور علاء هيبدأ معاكم في التطبيق، وان شاء الله تحاولوا تخرجوا لوحات زي اللي انتوا شايفينها، ويمكن امثلة تكون اعقد من كده شوية، فأتمنى إن أنا أكون فدتكم، وبالتوفيق إن شاء الله، وأشوفكم على خير. السلام عليكم.